صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالحب والسعادة. يا مرحبا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة هو برنامج يومي من الأثنين للجمعة ومن الساعة 10 ل 11 الصبح، تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا اللي نحبها كلنا، أكيد إذاعة نور دبي. في البداية أعزائي المستمعين نرحب فريق عمل برنامج ويانا اليوم. عندنا في الإخراج الزميل ناصر السليمي، وبالتنسيق الأخت ميرا الخفلي، أما في الإعداد فالزميل يوسف سعد. صبحكم الله بالنور والسرور، هذه تحياتي لكم دكتورة بدرية الحرمي. أعزائي المستمعين، برنامج صحة وسعادة مثل ما تعرفون كلكم هو برنامج متعلق بالصحة، يعني يقدم لكم الفقرات الصحية أو الطبية واللي تخص على سبيل المثال أنماط الحياة الصحية، التغذية المتوازنة، الوقاية من الأمراض وغيرها من المواضيع الصحية التوعوية. وهدفنا دائما من هذا البرنامج أن نرضيكم ونقدم لكم المعلومات الصحية الصحيحة اللي ممكن تستفيدون منها وتفيدون صحتكم وصحة أفراد أسرتكم. وبالإضافة إلى أن هذا البرنامج أعزائي المستمعين هو منصة لاستقبال مقترحاتكم أو ملاحظاتكم، واللي دائما يسعدنا توصيلها لمسؤولين هيئة الصحة بدبي. اليوم نحن وأنتم مسؤولين عن صحة أفراد مجتمعنا، اليوم بتعاونكم بنقدر أن نقدم أفضل وأرقى الخدمات الصحية في إمارتنا الغالية إمارة دبي. فاللي حاب منكم أعزائي المستمعين أنه يتواصل ويانا أكيد ما بنقوله إلا حياك الله على أرقام التواصل 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، والحين خلوني أعطيكم فكرة سريعة عن الفقرات اللي بنقدمها لكم في حلقة اليوم. أول هذه الفقرات ومثل ما عودناكم بتكون فقرة الأخبار والدراسات الصحية، ومن بعدها فقرة السوشيال ميديا واللي بنتعرف من خلالها على آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. أما في فقرة التغذية لهاليوم فبنتكلم عن الفوائد الصحية للزعتر. مخرجنا أشوفه مستانس من سمع الزعتر، شكلك يوعان ما فطرت. إنزين ما علي، الحلقة الجاية بجيب لك سندويش الزعتر ولا يهمك. على العموم أعزائي المستمعين، في النص الأخير من حلقتنا بنخصصه للحديث عن إطلاق هيئة الصحة لأحدث برامج الضمان الصحي، وهو برنامج إجادة. وإذا تبون تعرفون أكثر عن هذا البرنامج اسمعونا لآخر الحلقة. أعزائي المستمعين، والحين نبدأ بسم الله أول فقراتنا وبنشوف شو عدنا من أخبار صحية. خبر اليوم يتكلم عن أعراض تظهر في العين والوجه مرتبطة بضغط الدم. خلونا نعرف هذه الأعراض ونسمع الخبر شو يقول. صرحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن ارتفاع ضغط الدم نادر ما يكون له أعراض ملحوظة، ولكن إذا لم يتم علاجه فإنه يزيد من خطر التعرض لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وتقول جمعية القلب الأمريكية أن هناك مجموعة متنوعة من الأعراض قد تكون مرتبطة بشكل غير مباشر بضغط الدم، ولكنها مو بشرط تنتج دائما عن ارتفاع ضغط الدم. وتشمل هذه الأعراض وجود بقع الدم في العين، واللي تكون أكثر شيوعاً عند مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم، ولكن لا تسبب أي من الحالتين ظهور بقع الدم. وتوضح جمعية القلب الأمريكية أن احمرار الوجه يحدث عندما يكون ضغط الدم لديك أعلى من المعتاد. وتشير الجمعية كذلك إلى أن وعلى الرغم من أن الدوخة يمكن أن تكون أحد الآثار الجانبية لبعض أدوية ضغط الدم، إلا أنها لا تنتج عن ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك لا ينبغي تجاهلها خاصة إذا كانت البداية مفاجئة،
مؤكدة أن الدوخة المفاجئة وفقدان التوازن وصعوبة المشي جميعها علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم وحدوث سكتة دماغية. أعزائي المستمعين، مهم وايد أن نكون واعين في حالة طلعت علينا أي أعراض مرضية، ننتبه وما نتساهل فيها أو نعطي مثلا تفسيرات من بالنا. مهم وايد أن نراجع ونطمن على صحتنا ويا الطبيب المختص، وما نهمل بعد، لأن أوقات تكون أعراض غير مباشرة وما يخطر ببالنا أنها ممكن تكون علامة لمرض معين أو مرض خطير في بعض الأوقات. وهذا طبعا كله بالنهاية يأثر على الاكتشاف المبكر للمرض ويأثر على خطة العلاج كلها. الله يبعد عنا وعنكم كل شر ويحفظكم يا رب وين ما تكونون. أعزائي المستمعين، وبعد ما سمعنا خبرنا لهاليوم، الحين بناخذ فقرة السوشيال ميديا وبنعرف شو آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، واللي بتخبرنا فيها الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في الهيئة. صبحت الله بالنور والسرور عزيزتي أسماء. صبحتكم الله بالنور والسرور دكتور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. طبعا اليوم متفاجئ، أنا اليوم يوم الأربعاء وياكم على الهواء. قلت أفاجئك يعني شوي وناخذ بعد الأخبار اللي عندك. عندنا مجموعة من الأشياء اللي صارت صراحة يوم أمس، كان في مجموعة أو اليومين طافوا صار في مجموعة من الأخبار المميزة. من ضمن الأشياء اللي صارت هو وجودنا نحن في دولة موريتانيا حاليا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية، وهي من ضمن حملة نبضات واللي تسويها هيئة الصحة مع يعني أو يسويها أو تسويها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مع هيئة الصحة بدبي لعلاج الأشخاص اللي عندهم تشوهات القلب أو اللي يحتاجون عمليات في القلب في الدول أو المحتاجين بس ما يعني ما يقدرون إنهم يكفلون بهاي الأمور. فهذا تقريبا الحمل نحويها من 2012، وحاليا الفريق الطبي موجود في دولة موريتانيا، وحسب اللي كان مذكور قنوات التواصل الاجتماعي في حساب المؤسس انه الحمل رقم 45. ايضا من ضمن الاشياء اللي احنا نحب ناكد عليها اللي هي نقل بعض الخدمات والعيادات من مستشفى دبي الموقع الحالي الى المبنى الجديد. اللي يسألنا وين المبنى الجديد، المبنى الجديد موجود مقابل باركنا المبنى المواقف، وهو أيضا يعني حذال المبنى القديم، يعني المكان يعني من الباب للباب، فاللي بيروحون المستشفى راح يشوفون المبنى بيعرفون أن هذا هو المبنى الجديد وهذا المبنى هو الخاص بالعيادات الخارجية. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي هو المرحلة الجديدة من برنامج الريادة اللي هو مبادرة شركاء الريادة، وهذا اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي. وهي شو تسوي الفكرة اللي هي تجمع فرق من نخبة في حكومة دبي، وتستمد هاي المبادرة من توجيهات طبعا القيادة اللي موجودة، ونتعزز الكفاءة والسرعة والإنجاز في أي فريق حكومي. هو الهدف الارتقاء بالأداء وتعزيز الشراكات ونقل الخبرات بين الجهات الحكومية بينها وبين بعض. فهاي كانت أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت خلال الفترة الماضية، واسم المبادرة شركاء الريادة. والخبر الحلو أيضا اللي كان يوم أمس تخرج كوكبة من الأطباء من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومن ضمن الأطباء اللي تخرجوا وكان هناك ثلاثة من أطباء المستقبل في هيئة الصحة بدبي، واللي هم من منتسبين برنامج طب وعلوم. برنامج طب وعلوم هو برنامج مثل برنامج المنح الدراسية للطلبة المواطنين من خريجية ثانوية عامة أو من طلبة الجامعة لدراسة تخصصات اللي مثل الطب العام، الطب المساعد. من هيئة الصحة يعني هذه المنح؟ هاي المنح من هيئة الصحة وتقدم للمواطنين سواء من خريجين الثانوية أو من طلبة الجامعات في ثلاث فرق مثل الطب المساند، الطب والعلوم الصحية. وأيضا يعني وهذا يكون يتم فتح باب التسجيل مرة كل سنة،
ويكون بشكل سنوي. والباحة كانوا من ضمن الخريجين اللي خرجوا من جامعة محمد بن راشد، كان هناك 3 من الأطباء اللي تخصصوا في تخصص الطب، تخرجوا من هاي الدفعة واللي كان اسمها دفعة خليفة، وهم نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. آمين يا رب. وأساميهم دكتورة إيمان المرعشي، دكتور محمد الموسى، ودكتور ريم القطامي. هذول الثلاثة اللي ما كانوا شاء الله. مخلصين واحنا الباحة. بعد من منصة صحة وسعادة بعد نبارك لهم هذا التخرج ونتمنى لهم التوفيق والسعادة في حياتهم العملية إن شاء الله. تقريبا هذه الأشياء اللي كانت، وكلها أخبار حلوة الحمد لله. كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، وأيضا بالأشياء هناك أكيد الكثير من الأشياء اللي راح نحقها خلال الفترة الجاية. تقريبا هالأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لهم الصحة والسعادة. شكرا لك عزيزتي، اسمع على الاخبار الحلوه واللي فرحتنا الصراحه. نتمنى لك يعني يوم سعيد ونلقاك باكر باذن الله. شكرا لك. والحين اعزائي المستمعين بناخذ فاصل وبنرجع نكمل وياكم باقي فقراتنا لهاليوم، تريونا. صحه وسعاده. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أذكركم بأرقام التواصل 600-551-414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر رسائل نصيف على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، يعتبر الزعتر من أحد أهم الأعشاب متعددة الاستخدامات والفوائد، ولأهمية هذه العشبة غذائيا وطبيا اختص العلماء وخبراء التغذية بالكثير من الدراسات والأبحاث اللي أكدت نتائجها القيمة الغذائية للزعتر وأهميته. وعشان شي خصصنا فقرة التغذية لهاليوم للحديث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة عارين الزربة، اختصاصية تغذية سريرية أولى في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالنور والسرور استاذة عارين، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. صباحكم بالخير جميعا، وصباح الخير دكتورة بدرية، ويعطيكم ألف عافية. واليوم إن شاء الله الموضوع كتير شيق وحلو، لأن أظن الناس كلها يعني أنا بضمن إنهم بيأكلوا زعفر أو جربوا الزعفر قبل هيك. أكيد استاذة عارين، اليوم موضوعنا مهم صراحة وأكيد يهم الكثير من الناس اللي تسمعنا. بداية استاذة عارين، لو تعطينا نبذة عن الزعتر يعني واستخداماته أهميته. تمام. أول إشي بحب أعطيكم شغلة حلوة أنا اكتشفتها في الزعتر، إله لقب أنا ما كنت عارفة إله لقب قبل هيك، بس يسموه مفرح الجبال، طلع اسمه مفرح الجبال. ها؟ مفرح الجبال مظبوط، لأنه يعطي الجبال رائحة طيبة وتنتشر زراعته بجميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر الزعتر من الأعشاب الطبية الأكثر استعمالاً، وهو نوع من النباتات المنتمية إلى عائلة الشفويات اللي هن نفس اللي هي عائلة الروزماري والنعناع. يعني إذا بتشوفوا الروزماري والنعناع الزعتر من نفس العيلة. وهو عبارة طبعا عن شجيرة قصيرة، وهاي الشجيرة يعني تنمو خلال فصل الربيع إلى الخريف وتزهر خلال فصل الصيف. وهاي من الأسباب ليش عم نذكرها في هذا الوقت، لأنه إحنا هلأ الحمد لله صرنا دخلنا الصيف الحين، إحنا دخلنا بالصيف بالضبط، فهي يعني موضوعها بهالوقت هذا. طبعا الزعتر له أكثر من 200 نوع مختلف للزعتر، في كتير أنواع مختلفة، وبس أنا حبيت أذكر بعضهم الأشهر أو اللي معروفين أكثر بيننا أو اللي أكثر استعمالا. في عنا أنواع، أشهر أنواع الزعتر، في بسموهم الزعتر الكراوية وزعتر الفضي، وهدول أشهر أنواع الزعتر الفلسطيني. وهناك الزعتر ما يسمى اللافندر والزعتر الصوفي، وهو من أشهر أنواع الزعتر الأردني. وأيضا هناك زعتر العرعر وزعتر الليمون، وهو من أشهر أنواع الزعتر السوري. هلأ في شغلتين إحنا بنعرفهم، إن الزعتر في عنا الزعتر العادي، وفي كمان الزعتر البري اللي مثل الورق هذا البري بالضبط، والبري الأخضر اللي بيكون على أخضر فاتح. صح. اللي هو الورق مثل ما ذكرتي. هلأ الزعتر العادي هو ليش بقولوا له عادي؟ لأنه أنت بتزرعيه ممكن في بيتك وممكن تحطي له أنت سماد وتعتني فيه، ولكن كفائدة
الزعتر البري أكثر فائدة من العادي، لأنه العادي أنت بتضيفي عليه مواد كيميائية، أنت عم تحطي له سماد. أما الزعتر البري هو ينمو على الجبال وعلى يعني بمناطق وعرة، وهو أكثر ريحته أقوى وفائدة أكثر. هلأ الزعتر له فوائد يعني إيش بدي أحكي، يعني لا تحصى. ومن كتر ما أحكي لكم عن فوائد اليوم راح تستغربوا قديش الزعتر. خبرينا الحين انزين عن الفوائد هاي الطبية والغذائية، شوقتينا يعني. أنا بتشوق أكثر كمان. الزعتر أول إشي بحب أقولكم إنه فيه معادن ومثل الكالسيوم والحديد والمنغنيز، وعلى أساسه هلا بقولكم فوائده كمان على جسمنا. وأيضا في يحتوي على الفيتامينات كفيتامين ألف وبي 6 وفيتامين سي. هلا كفاءة شو هدول المكونات بتعمل معنا في الجسم؟ إله فوائد كتير، وهاي المكونات إلها أسباب بهاي الفائدة. أول إشي الفوائد الزعتر للكولون وللمعدة، يعني الناس اللي عندها مشكلة بالتشنجات في المعدة أو عندها مشكلة الغازات، الزعتر بيساعد على تحسين الهضم عند استخدام طبعا أوراقه، ويقلل من الغازات والانتفاخات ويحسن من عصر الهضم. يعني قد ما هو جدا فوائده من ناحية القولون وللمعدة. وزائد على ذلك بدي أزيد إنه كمان بيساعد على خصوصا إحنا للنساء اللي عندنا للدورة الشهرية، يستخدم أيضا لتنظيم الدورة الشهرية، وهو أيضا مثالي للنساء اللواتي يعانين من إيش، من التقلصات الدورة الشهرية. فهاي كمان شغلة كتير مهمة بنحتاجها إحنا. الشغلة الثالثة كمان، وهي من الأمراض اللي إحنا هلأ عم بيصير عنا أمراض وفي عنا مشاكل العدوى، فوائد الزعتر عليه بيساعد على إيش؟ بسبب عنده مادة الثايمول يتميز بخواص مضادة للفطريات، يعني الناس اللي عندها فطريات أو تعاني من البكتيريا بيساعد على يعني عنده خواص لهاي المضادات الالتهابات. وأيضا يساعد على هذا الأساس، شو معناته بيساعد على تقوية المناعة. لسبب ثاني أنا ذكرت لكم إياه قبل شوي، بسبب كمان الفيتامين سي، وإحنا بنعرف إنه الفيتامين سي يحفز كريات البيضاء عندنا في الدم، دور في يعني تعزيز جهاز الجهاز بالضبط. والشغلة الثانية كمان الجميل في الزعتر يحتوي على مضادات للأكسدة، وهاي طبعا قيسي عليها كتير فوائد في الجسم ممكن تساعد. طبعا الشغلة الثانية الثالثة اللي أنا حابة أحكي عنها، يساعد الزعتر على الدورة الدموية والقلب. من أي ناحية؟ الزعتر بيحتوي زي ما حكينا على معدن اللي هو البوتاسيوم والمنغنيز، فبذلك البوتاسيوم شو بيعمل؟ بيوسع الأوعية الدموية وبيقلل من ضغط الدم اللي بيصير على القلب، فبهذا الإشي بيصير عندنا استرخاء للدورة للأوعية الدموية، وبيساعد على بيصير عند الناس يعني بيساعد على انخفاض ضغط الدم. يعني الناس اللي عندها بتعاني على ارتفاع ضغط الدم الزعتر كتير بيساعد على تنظيم هذا الموضوع. الشغلة الأهم كمان واللي إحنا كتير بنسمع فيه وعندنا كتير مشاكل فيه اللي هو فقر الدم. هل بتعرفي إنه الزعتر يحتوي على نسبة حديد تقريبا بحدود 100 جرام للزعتر بيحتوي على 17.45 ملي جرام من الحديد، يعني أي يقارب إلى يعني 20% من القيمة اليومية الموصى فيها للحديد. وهذا شو بيساعد؟ بيساعد على تحفيز إنتاج الخلايا الحمراء، وبالتالي تعزيز الدورة الدموية، وبصير تبادل ونقل الأكسجين إلى أجهزة الجسم بكل سلاسة. الحين هاي الزعتر اللي إحنا نتكلم عنه العشبة نفسها خضرة، نفسها العشبة. أيوة مظبوط، يعني إحنا العشبة نفسها هاي إحنا يعني ممكن تستخدميها كورقية تستخدميها إنه في الأكل، أو ممكن أنت إحنا عادة نطحنها ونضيف عليها السمسم. صح. فإحنا هاد عشان هيك نعرف إحنا الزعتر اللي هو بسمسم أكتر، فهو يعتبر على الجهتين، إحنا مش بشكل عام على النوعين، يعني سواء كان على شكل ورق أو لما نطحنها، لأنه هي نفس المكونات. ممتاز، يعني إحنا نقدر نقول إن الزعتر عشبة ساحرة. والله أنا يعني من كنت ما شفت الفوائد الصراحة، يعني أنا بعترف لك شكلها هيك، يعني سبحان الله ربنا معطينا إياها وعندها هالفوائد، يعني بشكل يعني إحنا بنستغرب إنه قديش عندنا هالشغلة، ومرات يعني
بنروح للأدوية أكثر، ولكن عندنا إشي طبيعي ورباني من رب العالمين ممكن نستخدمه أكثر. إنزين، هل الزعتر أستاذة عيرين أي أضرار مثلا في حالة الإفراط من تناوله ولا شيء؟ مظبوط، في بعض الحالات إذا تم الإفراط فيه، وإحنا بنعرف دكتورة بدرية إنه أي إشي بنفرط في استخدامه إلا ينقلب علينا. يعني الاعتدال هي يعني قاعدة الحياة. بالضبط، فعشان هيك احنا دائما بنقول ما يعني احنا صح حكينا كل هالفوائد المفيده للجسم وللزعتر بيعمله، ولكن اذا احنا الافراط فيه ممكن يعملنا بعض المشاكل زي مثلا تهيج للاجهزه الداخليه، مثلا يصير عندنا حموضه، لانه مثلا احنا يعني كاخصائيين تغذيه دائما بنقول للناس ما تتعشوا على الزعتر لانه ممكن يسبب لك حموضه خلال الليل، ممكن يسبب لك مرات الارق اذا اكلت بافراط. يعني بالعكس انت خذ الصبح، يعني افطر فيه الصبح لانه بحفز الجهاز العصبي. فطور الصبح بالضبط. ليه؟ انت بتعرفي انه في فيتامين بي 6، والبي 6 له علاقه بالجهاز العصبي للدماغ، فعشان هيك بيعطيك النشاط والتحفيز. عشان هيك دائما الصبح لازم اهالينا يعني احنا ايام يعني الامتحانات لازم ايام الامتحانات سندوتش الزعتر. سبحان الله، وهي هي اسبابه، يعني هاي من المكونات اللي موجوده فيه. صحيح. فهي شغله. الشغله الثانيه، الناس اللي الحوامل خصوصا يجب استخدام الزعتر بشكل محدود خلال فتره الحمل، وخاصه اول 3 شهور، لانه بتعرفي دكتوره احنا اول 3 شهور بيكون الحمل لسه بدايته، فيعتبر شوي احنا يعني بنقول عنه حامي، يعني ما بنشجع انه الحامل تاكله بافراط او تستخدمه الا بكميات محدوده إلها. وايضا اذا نحط على الجلد، بعض الناس بيستخدموا الزعتر انه كزيت الزعتر بالذات ممكن يعني يسبب لبعض الاطفال اذا عندهم حساسيه لبعض الأكزيما او يكون عندهم بعض يعني الاشياء اللي بتظهر عليهم. فاحنا طبعا دائما يعني الامهات خصوصا قبل ما تستخدموا اي زيت او اي مستحضر للاطفال خصوصا تتاكدوا انه ما بيسبب لهم حساسيه، انه ينحط على يعني منطقه صغيره على اساس نتاكد انه ما صارش عندهم هالحساسية. وطبعا دائما منذكر الناس انه اي اشي بتاخده دائما تأكدوا من الطبيب او من الاخصائيين المسؤولين عن هاي الاشياء، لانه انتو كحال يعني في كتير حالات بتستدعي انه يكون لها بعض الاشياء مش زي الناس الطبيعي اللي ما عندها مشاكل خلينا نقول او امراض مزمنة. اكيد. زين استاذ عيرين، كلمة اخيرة منك لكل اللي يسمعونا واللي ما يحبون يأكلون الزعتر، شو تقولي لهم؟ أول إشي الزعتر هي نبتة، إحنا ممكن أنت إذا ما بتحبها ممكن تضيفها زي ما حكينا، إحنا مطحونة تنضاف على كل إشي حواليك، ما حتحس بهالطعم القوي بس حتستفيد من فوائده اللي إحنا ذكرناها. هي شغلة. الشغلة الثانية دائما ما ننسى إذا حدا عنده أي مشاكل بخصوص الأعشاب بشكل عام نتأكد من الطبيب قبل ما نتناول أي شيء يضر لصحتنا وما نستخدمه بإفراط. والزعتر الصراحة من الأشياء والمكونات اللي أنا بنصح الجميع إنه يتناولها خصوصاً فترة الصباحية. ممتاز. هذا حين مخرجنا سمع الكلام اللي قلتي صار اشترى لي سندويش الزعتر. ليش ما عزمت علينا؟ صحتين وعافية. زين شي استاذ يعني عارين، الصراحة ما شاء الله عليك شجعتينا أن ناكل الزعتر الحين. الصراحة جدا مهم. جزيل الشكر لك استاذ عيرين الزربة، اختصاصية تغذية سريرية أولى في هيئة الصحة بدبي، على هاي المعلومات الجميلة اللي قدمتيها لنا اليوم، ونتمنى نلقاك بحلقات جاية ومواضيع أجمل بإذن الله. شكرا لك. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا. أعزائي المستمعين، والحين صار وقت الفاصل، وتريونا شوي وبنرجع نكمل وياكم آخر فقراتنا لهاليوم واللي بنتكلم فيها عن برنامج إجادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. اتذكروا أعزائي المستمعين أن تواصلكم مشاركاتكم الجميلة شيء يسعدنا وأكيد يهمنا. أعزائي المستمعين، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وحرصه على ضمان تغطية التأمينية لجميع مواطني ومقيمي إمارة دبي وفق أعلى معايير الجودة. أطلقت هيئة الصحة بدبي يوم الأثنين تاريخ 27 يونيو برنامج إجادة، واللي يعتبر من أحدث أنظمة التأمين الصحي وأكثرها تطور. هذا البرنامج أعزائي المستمعين يهدف لتعزيز الرعاية الصحية للمرضى ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في إمارة دبي. وعشان نعرف أكثر عن برنامج إجادة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم ويانا السيد صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالسعادة أستاذ صالح، يا أهلا وسهلا فيك، نورتنا في برنامج صحة وسعادة. السلام عليكم، النور نوركم نور المستمعين، وجزاك الله خير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بداية أستاذ صالح، وقبل ما نبدأ حديثنا، أنا حابة أبارك لكم ولهيئة الصحة بدبي باسم فريق عمل برنامج صحة وسعادة إطلاق هذا البرنامج المميز إجادة. ألف مبروك، وفخورين الصراحة بكم وبالجهود اللي تبذلونها لتحسين خدمات الصحية في إمارة دبي. جزاكم الله خير ومشكورين، وهذه الجهود إن شاء الله راح تثمر في إسعاد المتعاملين كمرضى مراجعين، وحتى إسعاد إن شاء الله كل الأطراف العاملة في القطاع الصحي إن شاء الله. إن شاء الله، وإحنا أكيد لنا ثقة يعني الصراحة بهالجهود، ونتمنى لكم التوفيق دائما. إنزين أستاذ صالح، الحين خلنا نبدأ نتكلم من البداية، يعني نبى نعرف شو كان وضع الضمان الصحي، أو شو كانت المبادرات والبرامج الموجودة قبل إطلاق برنامج إجادة، وكيف بيفرق الوضع بعد تطبيق هذا البرنامج؟ والله هذه لسه طويلة اللي يحبرني منها حين يعني إحنا اليوم مؤسسة دبي للضمان الصحي تأسست في شهر 5/2018 تابعة لهيئة الصحة في دبي، للتركيز على العلاقة بين مقدم الخدمة والدافع أو شركات التأمين أو البرامج الحكومية لموظفي حكومة دبي أو مواطنين المقيمين في دبي. ف يعني من البداية من 2014 من طلع قانون 2013 إلزامية التأمين، ألزمنا تغطية جميع المقيمين والعاملين في الإمارة بباقات شاملة، بحيث أن اليوم لنا أكثر من 4.5 مليون شخص يا يقيم يا يعمل في دبي مغطى ما شاء الله تأمينياً. عملنا على استحداث بوابة الإي كليم لينك، حيث يتم رفع المطالبات عبر البوابة الإلكترونية. واليوم أحب يعني أقول للمستمعين اليوم إن عندنا تقريبا ما بين 80 إلى 100 ألف معاملة أو مطالبة تمر على البوابة إلكترونيا لا ورقيا، وباستخدام رموز عالم طبية عالمية مثل الـ CPT من الأمريكان ميديكال أسوسيشن، جمعية الطبية الأمريكية، أو أخرى مستحدثة في الإمارة مثل الـ دبي دراك كود اللي تعتني بالوصفات الطبية. وأطلقنا بعد في 2020 بعد عمل 5 سنوات تقريبا مجموعات التشخيص المتماثلة DRGs اللي تعمل على آلية تسعير العلاج بباقات المرضى المنومين. وبعد ذلك عززناها في شهر 4 الماضي على ضم تكاليف جراحة اليوم الواحد بباقات المرضى. ووحدنا أيضا في أسعار علاج كوفيد في القطاع الخاص، وغيرها من مبادرات توعوية لجميع العاملين المستفيدين. كانت الجهود هذه واضحة وبارزة يعني أستاذ صالح صراحة. الله خير. إنزين أستاذ صالح، كنا نحن من هيئة الصحة بدبي وكلنا فخر بهذا الشيء، نعرف أن المتعامل هو المحور الرئيسي في كل مبادرات التطوير اللي تطلقها الهيئة. إنزين أنا اليوم كمتعامل، خبرني شو الفائدة اللي ممكن أحصلها من برنامج إجادة؟ دكتورة، صراحة برنامج إجادة هو جزء من جهود الهيئة مثل ما تفضلت، يعني الهيئة لها جهود كثيرة
نحو رفع مستوى الامتثال وتحمل المسؤولية داخل القطاع الصحي، ويعزز تغطية الرعاية الصحية وتطوير جودة المخرجات إجادة. يعزز هذا الخطوة هاي تطوير جودة المخرجات السريرية والكلينيكية وتجارب المرضى. أهم شيء تجارب المرضى، وخلال هالبرنامج نمكن المرضى من خلال إشراكهم في صياغة مستقبل الرعاية الصحية في الإمارة عبر التجارب والاستبيانات الموثقة. جميل. أحب أضيف أن هيئة الصحة بدبي يعني أساسها قائم على 4 ركائز رئيسية لتقديم الخدمة، هي الجودة والكفاءة والمرضى والطاقم الطبي. ولا يخفى على عليك ولا على المستمعين أن اليوم نشهد اهتمام متزايد من المرضى اللي يسعون في المشاركة بشكل أكبر في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالرعاية الصحية. في طلب على الرعاية الصحية القائمة على القيمة أو على الكفاءة من المنظمين والممولين وصانعي سياسات. يعني أنا ما باخذ بس تعالج لي السقم اللي أشتكي منه، بس تعالجني أنا كشخص. إنك تعطيني اليوم مثل ما أقول مضاد حيوي أنا مالي بحاجة به، يمكن بيعالجني بيعالج الزكام اللي فيني أو الاحتقان اللي فيني، لكن ما كان لي حاجة فيه فأقدر أتجنبه عشان ما أكون مناعة له يوم أحتاجه ما يشتغل وياي. فهاي الفكر من الكفاءة والقيمة المضافة. يعني هو هذا كان شعار برنامج إجادة، القيمة بدل من الكم. إيه؟ ممكن توضح لنا شوي أكثر معنى المصطلح هذا أستاذ صالح؟ يعني مثل ما شوفي، أعتقد أن التحول مش فقط لمقدم الخدمة. صحيح. هو انتقال إلى زيادة القيمة مثل ما تفضلتي للمريض، والجودة الكلينيكية اللي ذكرتها أنا قبل، والرعاية الصحية له بشكل. كل شخص يبقى يعيش حياة كاملة وصحية بصورة زين، فالحصول على رعاية أكثر كفاءة وتركيز على النتائج بدل ما تكون مجرد عدد الخدمات اللي يحصلون عليها يساعد في تحقيقها للمرضى. تقليديا كان يتم الدفع أو يتم الدفع حاليا لمقدمي خدمة الرعاية الصحية مقابل كمية الخدمات اللي يقدمونها لنا. صحيح. وهناك مقاييس للجودة، لكن ما كان هناك كثير من الاهتمام في إذا كان تقديم خدمات إضافية يؤدي إلى نتائج أفضل كلينيكيا. فكان نموذج العمل اللي احنا على سجيتنا كل ما خدمت زيادة كل ما ربحت زيادة. صحيح. هذا كان متعارف قبل أكيد. تفضلي. إنزين أستاذ صالح، ممكن تعطينا فكرة عن الأطراف المعنية ببرنامج إجادة، يعني وشو بيستفيدون من تطبيق هذا البرنامج؟ كل الأطراف من شركات تأمين، من جهات رقابية، إحنا المسؤول الأول كجهات رقابية، من مقدمي الخدمات الصحية، من مستشفيات وعيادات مختبرات، مصنعي الأدوية الفارماسيوتيكال، الفارما وايد دورهم مهم، بالإضافة إلى وسطاء مقدمي الخدمات الإدارية اللي هم مثل TPAs وهذه اللي يقننون الموافقات وجداول المنافع. سوري، الشق الثاني من سؤالك شو كان؟ يعني شو الفائدة اللي بيحصلونها من تطبيق برنامج إجادة؟ والله شوفي، إجادة هي كبرنامج هو جزء واحد من فعاليات كثيرة احنا نطلقها، مثل ما اطلقنا الDRG. هاي كلها تؤدي الى تعطي مثلا مقدم الرعاية الصحية تركيز على شو اللي يختص فيه، هل يقدر يبتعد عن تقديم خدمات هو في غنى عنها ويقدم ويستوي مركز امتياز مثلا سنتر اوف اكسلنس اللي يسمونه اللي يقدم في 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 المجالات التخصصيه له، ويبتعد عن الاشياء اللي هو مش يعني ما عنده مركز امتياز له، تركيزه يكون افضل، فاستثماره في المجالات التخصصيه اللي راجع اللي هو يفلح فيها في
يعني يثمر في تسجيله مثل ما تقولين ارقام اعلى اكيد وبتعم الفائده على كل الاطراف اكيد يعني. نعم، حتى شركات التامين تعرف بتعرف تركز يوم تسوي شبكتها. زين، انا ابغى السرطان يروحون للمراكز هذه، ابغى الولاده يروحون للمراكز هاي لان جودتهم عاليه، عارف ان التعقيدات عندهم او انتكاسه الحاله بعد العمليه بتكون اقل هنا. صحيح. نسبه التعقيد هنا اقل. المركز هذا مختص بالحالات المنتكسه او المعقده، فبعد يعرف كيف ينظم وكيف بيوجهون يعني مبادراتهم او حتى يعني خدماتهم لاي جهه يعني. اكيد. نعم. يعني استاذ صالح، يعني مثل هاي المبادرات الكبيره الطموحه الصراحه اكيد بيكون لها دور في تحسين خدمات الرعايه الصحيه بشكل عام في اماره دبي. لو تخبرنا شو هي الاهداف والنتائج المتوقعه من ايجاده واهميته بالنسبه للاماره؟ الأهداف المتوقعة إن مثل ما قلنا قبل إن الكل لازم يطور من طريقة العمل. اليوم شركات التأمين في إجادة راح تبحث كيف تعيد صياغة كيفية اكتساب البوالص اللي عندها، كيفية تسعيرها. صحيح. لأن بيكون عندها تركيز أكثر، بيكون عندها يعني اليوم مثلا عندك مريض مسوي مركب صمام لشرايين القلب قبل 20 سنة، بس حالته جيدة اليوم. فما اليوم تقليديا ياخذون هذا في عين الاعتبار ويزيدون السعر، بس هو مواظب على ادويته، مواظب على الحمية الغذائية ماله، مواظب مواظب مواظب، فزين سويت لها الانتكاسة وتعالجت، فانت ليش حين تغرمه؟ بهاي الجودة والكفاءات راح نقدر أن نثبت كلينيكيا أن تعال الملتزم والمواظب كمريض ومحافظ على ضغط الدم عنده، محافظ على السكر عنده، محافظ على وزنه، فعلا استوت له الانتكاسة بس عالجها، لا تغرمه، خف عليه التأمين. وكذلك مثل ما قلنا مقدمي الخدمات يبتعد عن تقديم الكم من الخدمات ويركز على جودة الخدمات. أكيد. فهذا راح يستقطب طبعا الكوادر التنمية اللي ما كانت تدخل البلاد، عشان ما كان عندها، لأن كانوا يعني مبتعدين لأن ما يبون يقدمون خدمات في الكم، يبون يقدمون خدمات لها جودة. ويصير عندنا أيضا في الإمارة بحوث خاصة بينا نحن. جميل. إيه. طبعا هاي أكيد بيكون لها دور، ونحن بعد يعني أستاذ صالح كنا ثقة بالأثر الإيجابي اللي بإذن الله راح يتركه برنامج إجادة. والصراحة وجود برنامج مثل هذا اليوم نحن نعتبره نقطة تحول حقيقية في منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي. نعم. جزيل الشكر لك أستاذ صالح الهاشمي المدير التنفيذي مؤسسة دبي للضمان الصحي في هيئة الصحة بدبي على هذا الحوار الجميل، ونتمنى لك ولفريق العمل كل التوفيق والنجاح، ونلقاكم بإذن الله بإنجازات ومشاريع ثانية متميزة وطموحة، ويومك سعيد. مشكورة دكتورة، الله يسلمك، جزاك الله خير. شكرا. أعزائي المستمعين، والحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم برنامج صحة وسعادة، ودام عندنا وقت شوي قبل ما ينتهي البرنامج خلونا نتكلم على السريع شو الأشياء اللي المفروض نسويها عشان نحافظ على صحتنا في فصل الصيف. خلوني أختصر لكم إياها في 3 نقاط. 1، تجنبوا إنكم تتعرضون لأشعة الشمس لساعات طويلة خاصة بأوقات الذروة عشان نتجنب ضربة الشمس والحروق وغيرها من المشاكل. وإذا اضطريتوا إنكم تطلعون لا تنسون تلبسون النظارات الشمسية وتحطون كريم واقي الشمس. 2، مهم وايد بهالأجواء الحارة إنكم تشربون كميات كافية من الماء عشان تعوضون السوائل اللي يفقدها الجسم بسبة الحر ودرجات الحرارة المرتفعة. 3، ركزوا على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، ومن أهمها الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ، الفراولة، الشمام، التوت، الخيار وغيرها.
سلامتكم أعزائي المستمعين تهمنا، وصحتكم هي أغلى ما تملكون. كان وياكم في الإخراج الزميل ناصر السليمي، وبالتنسيق الخت ميرا الخفلي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. هذه تحياتي لكم، محادثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم يوم جميل، ولين نلقاكم باكر بإذن الله أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.